فرحة عارمة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد وإقليم البنغاب ومدن أخرى بين أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان عقب قرار المحكمة العليا إطلاق سراحه بدعوى عدم قانونية إجراءات اعتقاله. حضر خان أمام المحكمة العليا بعد أن قدم محاموه طعناً على قرار محكمة خاصة بحبسه 8 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه في قضية فساد خلال فترة رئاسته للحكومة بين عامي 2018 إلى 2022. هذه التطورات صاحبتها احتجاجات عنيفة في عدد من الأقاليم والمدن الباكستانية خلفت عدداً من القتلى وعشرات المصابين فضلاً عن اعتقال قيادات من حزب الإنصاف الذي يتزعمه عمران خان واعتقال نحو 2000 من أنصاره. خان الذي تعرض لمحاولة اغتيال في نوفمبر الماضي لفت إلى أن القضايا المرفوعة ضده جزء من حملة تقوم بها الحكومة لمنعه من العودة إلى السلطة التي يسعى للعودة إليها خلال الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل. حلقة جديدة في مسلسل الشد والجذب بين الحكومة وعمران خان منذ مغادرته الحكومة العام الماضي، وهو ما يمثل تصعيداً في الأزمة الراهنة في باكستان الذي يواجه سلسلة من التحديات الاقتصادية والسياسية.